السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب 5 ابتدائي، أهلا بيكم، رجعت لكم تاني مع ليسون 7 من يونت 5 منهج كونكت بلس الترم التاني، آخر درس في الوحدة الأولى. يبقى احنا كده خلصنا أول وحدة في المنهج الترم التاني إن شاء الله. طيب اليونت ليسون 7 ستوري، قصة. أول حاجة الكلمات كامب فاير، كامب فاير إلى نار المخيم، لما بيخيموا بالليل في الجبل وكلام من ده، او في الصحراء او في الغابه او اي حاجه، بالليل بيولعوا نار كده يدفوا بيها وكلام من ده، دي اسمها ايه بقى؟ كامب فاير. طريق او ممر او ممشى اسمه ايه؟ تريل تريل تريل. التخييم نفسه كامبينج كامبينج كامبينج. اشاره استقبال ريسبشن ريسبشن ريسبشن. المخيمون كامبرز كامبرز كامبرز. خيمه تنت تنت. مكتب سياحي تورست اوفيس tourist office tourist office. مخيم او موقع المعسكر campsite campsite. حقيبة الظهر backpack backpack backpack. التنزه لمسافات طويلة او المشي لمسافات طويلة hiking hiking hiking. كريم مقي من الشمس sunscreen sunscreen sunscreen. يجهز او يحضر او يعد prepare، والماضي prepared prepared. work يعمل worked worked. ينام sleep slept slept. يضيء أو يشعل light lit lit. طريق عودتنا ليه our way back to our way back to. وادي عميق deep valley deep valley. يعملون معا work together work together. نفس الشيء the same the same. drop a pen on the map يعني يسقط دبوس أو يقع دبوس على الخريطة. ممر متعرج اللي هو مش طريق ممهد كده، لا طريق فيه كده بنقول عليه rough path rough path. يخرج من take حاجة يخرج من take حاجة out of. طب يخرج من take out of أو get out of get out of يخرج من مكان، أمال take حاجة out of يعني يطلع حاجة من حاجة، مثلا take your pen out of your bag طلع قلمك من الشنطة. ينصب الخيمة put up the tent put up the tent. مائدة الطعام picnic table picnic table. طيب نيجي بقى على القصة بتاعتنا. بيقول لك يا سيدي أميرة goes camping، أميرة طلعت رحلة تخييم. ولك أميرة went to visit her cousins علي and منى in شم النسيم شرم الشيخ. شرم النسيم يا عم. أميرة راحت تزور ولاد عمها علي ومنى في شرم الشيخ in the summer في فصل الصيف. They wanted to show أميرة the beautiful mountains near there. فكانوا عاوزين يفرجوا أميرة على الجبال الجميلة اللي قريبة منهم. So ولذلك they decided to take her camping. فقرروا ياخدوها ويطلعوا رحلة تخييم. Uncle Wael drove to the start of the trail. عم وائل ساق لحد ما وصل لحد بداية المدق اللي يمشوا عليه في وسط الجبل. طبعا الجبل ما بي العربية ما بتطلعش على الجبل، العربية بتطلع لحد كده ايه حتة كده وبعدين تقف وبتكمل المشي بقى، لان بيبقى فيه صخور وكلام من ده. Which is a rough path across the desert. ممر متعرج وفي طوب وصخر وكلام من ده في وسط الصحراء. The air smelled beautiful. الهواء كان ريحته جميلة. And they went hiking into a deep valley. وطلعوا بقى يتمشوا، زي ما قلت لك العربية ما بتعرفش تمشي فبتقف بقى وهما بيكملوا مشي. فضلوا يتمشوا في وسط وادي عميق كده. This place is very beautiful. أميرة سيد فأميرة بتقول المكان ده جميل جدا. She took out her phone. طلعت التليفون كده. Recorded a video. وسجلت فيديو. صورت يعني الفيديو للرحلة بتاعتهم. And dropped the pen on the map. وحطت الدبوس على الخريطة. They finally arrived at the first campsite. وفي النهاية ربنا كرمهم ووصلوا لحد المخيم اللي هم رايحين. Uncle Wael took the tent out of his backpack. عم وائل طلع الخيمة من شنطة الظهر اللي هو شايلها. Who can remember how to put it up؟ فبيقول لهم بقى حد فيكو عارف ازاي ينصب الخيمة دي او يثبتها؟ فعلي قال وي I can انا اعرف اعملها. Who is going to make the campfire? طب يلا علي هيعمل الخيمة، مين بقى اللي هيولع لنا النار نتدفى بيها؟ فمنى قالت له ايه I can انا هولع النار. And I can cook said Aunt Maryam. وطنط مريم قالت لهم وانا هطبخ لكم. But after 30 minutes بعد 30 دقيقة they found that علي couldn't remember how to put up the tent. علي فضل نص ساعة يعني يحاول يعمل الخيمة، وبعد نص ساعة لقوه مش عارف يعملها. And Mona couldn't light the fire. ومونا كمان فضلت نص ساعة تحاول تولع النار ما عرفتش. So they didn't eat and they couldn't sleep in the tent. فطبعا ما قدروش ياكلوا لان ما حدش ولع النار اللي هيقدروا يطبخوا عليها، وما قدروش يناموا لان الخيمة اللي هيناموا فيها ما اتعملتش. The next day تاني يوم بقى
they used the maps on their phones to find the next campsite. تاني يوم استخدموا الخرائط اللي على تليفونهم عشان يلاقوا المكان التخييم، يعني في موقع كده بيبقى ينفع يخيم فيه، فهم خلاص بقى عايزين يروحوا موقع تاني غير ده. when they got there، ولما وصلوا هناك، Aunt Mariam said، طنط مريم قالت لهم ايه، let's all work together today، النهارده بقى مش هنعمل زي امبارح، لا كلنا هنساعد بعض في كل حاجه. first we can put up the tent، كلنا هنساعد بعض ونعمل خيمه مع بعض. then we can help to light the fire، وبعد كده كلنا هنساعد بعض ونولع النار. finally، وفي النهايه، you can all help me to cook dinner، كلكم تساعدوني ونطبخ مع بعض. they put up their tent quickly by working together، اشتغلوا مع بعض فعملوا الخيمه بسرعه. then they started the fire، بعد كده ولعوا النار. next they all worked together to prepare dinner، وبعد كده كلهم ساعدوا بعض عشان يجهزوا العشاء. Amira washed the vegetables، أميرة غسلت الخضار. منى cut them، ومنى قطعته. and Aunt Mariam cooked، وطنط مريم طبخت. علي prepared the picnic table، وعلي جهز ترابيزة اللي بياكلوا عليها في الصحراء او في رحلات التخييم يعني. they went to bed early، ودخلوا ناموا بدري. they weren't tired or hungry، فما كانوش هبطانين ولا جعانين زي امبارح. the next morning، تاني يوم الصبح، they had breakfast، فطروا. and put on their backpacks، ولبسوا الشنط بتاعتهم، جهزوا الشنط ولبسوها يعني. oh no my phone doesn't work، said uncle وائل، فعم وائل قال لهم ايه، تليفوني مش شغال. my phone is the same، said aunt مريم، فطنط مريم هي كمان قالت له وانا كمان تليفوني مش شغال. what about your phones children، وانتوا يا اولاد تليفوناتكم عامله ايه، شغاله ولا ايه؟ فقالوا له ايه، we don't have any reception here، مفيش اي استقبال خالص، مفيش شبكه في التليفونات، التليفون كلها مفيش شبكه. what can we do now، طب نعمل ايه دلوقتي. aunt مريم asked، how can we find the car، هنلاقي عربيتنا ازاي. فعم وائل قال لي I have a paper map، أنا معايا خريطة ورق. I got it from the tourist office، طبعا لازم لما تيجي تفتح الخريطة من على الموبايل لازم نت، فما فيش شبكة فما فيش نت، فمش عارفين يفتحوا الخريطة من على التليفون. فقال لهم خلاص أنا معايا خريطة ورق، زمان كانوا بيعملوا خريطة مطبوعة كده، فقال لهم أنا معايا واحدة من دي. from the tourist office، من مكتب السياحة. said uncle وائل we can read the map together and find our way back to the car، ممكن نقرا الخريطه مع بعض كده ونحاول نلاقي طريق يرجعنا بيه للعربيه بتاعتنا تاني. بس خلاص مش عارفين بقى رجعوا ولا ما رجعوش، كان المفروض يكملوا لنا القصه طيب عشان نعرف يعني القصه الشيقه اللي هتخلص على ايه. طيب نيجي على التدريبات، دي نفس القطعه اللي احنا قارينها فهنحل بقى على طول. اميره went to visit her، قلنا visit her mean cousins. they decided to take her، قرروا ياخدوها فين، take her to camping، يبقى هنا هيجي كده هو اختار ايه، camping. طيب who drove the start to the start of the trail، مين اللي سال العربيه لحد بدايه الـ الطريق او المبدأ اللي هيمشوا عليه، مين، uncle وائل drove to the start of the trail، دي رقم 3. بعد كده بيقول لك what did uncle وائل take out of his backpack، عم وائل طلع ايه من الشنطة اهيت. uncle وائل took the tent out of his backpack، دي اجابة السؤال الرابع. بعد كده بقولك يا سيدي Amira took out her phone recorded a video and dropped a on the map a pen، دبوس او علامة يعني على الخريطة او على التليفون، لو فتحت الخريطة بتعمل على الموقع بتاعك بتعمل حاجة كده كليك كده على الشاشة فبتقوم عامل ايه، دبوس كده اللي هو ايه مكانك او موقعك الحالي، بتبقى حاجة رسمة كده على الشاشة بتبقى عاملة كده بالظبط على المكان اللي انت موجود فيه. she put some food on the A to cook، هتحط الاكل على ايه عشان تطبخه، التلاجة لا ما بتطبخش والعربية ما بتطبخش والمخيم ما بيطبخش وملك كامب فاير نار هي اللي بتطبخ. they put up a A to sleep in، عملوا ايه عشان يناموا فيها، هيناموا في ايه، في التنت في الخيمه. I'm going to a the fire، النار هنعمل فيها ايه، نولعها يعني light. بعد كده بقول لك ايه، what can you learn from the story، تتعلم ايه من القصه دي. uncle وائل drove to the trail، عم وائل ساق لحد المدقه اللي هيمشوا عليه او الطريق. اميره put
food on لا put some food معلش put some food on the campfire. أميرة put some food on some campfire. Put some food on the campfire. طيب بعد كده عايزك تكتب باراجراف عن الكامبينج تريب رحلة تخييم. احكي لي رحلة تخييم where are you going هتروح فين. فأقول مثلا next week I am going to go مثلا to شرم الشيخ. With whom are you going هتروح مع مين. I am going to go with مثلا my friends هروح مع أصحابي. What are you going to take هتاخدوا إيه معاكو. We will take مثلا هناخد معانا إيه tent a map هناخد معانا خيمة هناخد معانا خريطة مثلا some clothes أو مثلا we will take jackets هناخد معانا جواكت. What can you do there هتعمل ايه هناك. We can مثلا watch animals and wildlife هنشوف الحياة البرية هناك وهكذا. حاول فيه على قد ما تقدر واللي تكتبه عايز تتأكد منه وبعتهولي على الواتساب وانا هشوفه ان شاء الله ولو في حاجة عايزة تتظبط هظبطها لك. المهم تتعود انك تكتب بالرفض. وكده يكون خلص الدرس السابع في الوحدة الخامسة وتكون خلصت الوحدة الخامسة الحمد لله. كده احنا خلصنا ربع المنهج قبل الدراسة ما تبدأ حتى فده الحمد لله يعني انجاز كبير جدا. ويا رب كده نفضل مكملين على كده عشان نلحق نخلص بدري ونراجع شوية زي الترم الاول ان شاء الله. وتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ولو حد عنده سؤال اكتبوا لي في الكومنتس او ابعتوا لي على الواتساب هتلاقوا رقمي على غلاف القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.